ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحوت هنتكلم النهارده على توقعات النص الثاني لشهر يوليو لعام 2022. مبدئيا برج الحوت احنا عندنا هيكون في تغيرات كتيره موجوده جدا خلال الفتره اللي هي النص الثاني، خاصه اميز تغير هيكون موجود هو التغير في الشأن العاطفي، لان كوكب الزهره هيكون موجود ببرج السرطان من يوم 17. يوم 16 17 مش هتحس بفروق خالص لان القمر هيبقى موجود عندك، فهيكون عندك ايجابيات عاطفيه، ايجابيات عائليه، ايجابيات مع الاصدقاء بشكل كتير قوي، تحسن هايل جدا وملموس في العوامل الاجتماعيه والعائليه والعاطفيه. لكن لما نيجي نتكلم صراحه الامر على الوضع المهني هيبقى عندك في بعض الضغوط، والوضع الصحي في بعض الضغوط. خلونا نتكلم بصوره اكثر تفصيليا نوعا ما عن النص الثاني. طبعا انت اول تغيير هتقابله عطارد الموجود ببرج الاسد من يوم 19، قبل يوم 19 هو موجود ببرج السرطان. الشمس هتبقى موجودة بعد يوم 21 ببرج الاسد. هنا في عوامل هتبقى هتحسها شوية متغيرة عليك لان ده المنزل السادس. طيب خلينا نتكلم على الوضع المهني المالي الاخر. اكتر حاجة انت بتسعى اليها بامورك الحياتية خلال النص التاني هي عوامل الاستقرار، ان انا عايز استقر، حب، جواز، عائلة، أولاد، مثلا أصدقاء، عوامل عائلية واجتماعية، عوامل عاطفية، بتدور كتير على إن يبقى فيه نشأة جيدة ما بينك وما بين الناس اللي حواليك، عايز كمان تستقر في العوامل المالية والمهنية، بتدور كتير على النجاح المهني والمالي، فبتدور كتير لأن عندك بعض الأزمات اللي بتحاول إنك تصلحها، بتحاول إنك تخرج من أزمة معينة سواء بالدعم الذاتي أو بدعم أشخاص أو مطالبة بدعم من دعم من أشخاص. فدي نقطة مهمة جدا. طيب برج الحوت فانت هيكون عندك الوضع المهني ان انت بتدور كتير على النجاح، بتدور كتير على السعي، بتدور كتير على التقدم، بتدور كتير على ان يبقى في اشخاص تقف معاك او ان يبقى في عروض مهنية او ان ازمة احاول ان انا احلها او ان حد يكون بيحلها معاك. بس الفكرة كلها انك لازم تخلي بالك كويس قوي من التسرع في تصليح الأزمة، تصليح مشكلة، لا لازم تكون دقيق بكل عملياتك الحسابية، دقيق بكل خطوة مهنية وقرار مهني، دقيق بإن أنت تستشير أصحاب المجال أو الخبرة أو يعني الناس اللي عندهم وعي بالأمر المهني الخاص فيك. حاول كتير تستعين بآراء الآخرين وتفكر كويس قوي في آرائهم، ولأن التسرع هيبقى أمر سلبي جدا في إنه يجعلك تخسر مهنيا أو ماليا. اما بالنسبه بقى للوضع المالي، الوضع المالي انت هيكون عندك عده مصاريف، كتير من المتطلبات ماليه، في كتير من المتطلبات الماليه، فحاول على قد ما تقدر يا برج الحوت ان انت تاخد بالك كويس قوي قوي من المتطلبات الماليه بتاعتك، ان انت تسد اللي عليك، ما تدخلش بازمات او في ازمات ماليه جديده، حاول كتير التنسيق في عواملك، يعني حاول اقول لكم زي ايه؟ زي ان انت تشوف اولوياتك، يعني انا مثلا عندي اولوية ان انا هدفع كذا الاول، اعمل كذا الاول، تعاملاتي المالية هنا كذا الاول، فده مهم جدا. النقطة التانية احذر كتير من الشراكات المالية، احذر كتير من المجازفة بالمال سواء بيع، شراء، استثمار، الخ، لازم يكون عندك حسبة دقيقة جدا جدا. ده من امتى؟ ده من يوم 19، ده من يوم 19، هخلي بالي من اي عوامل مالية. بالنسبة بقى للامور العاطفية، الوضع العاطفي بانتقال كوكب الزهرة لبرج السرطان بالنسبة لك ده من اليوم ال 18 او من نهار يوم 18، هتلاقي ان انت عندك مشاعر حلوة قوي واحساس حلو قوي وكتير حنين قوي للاستقرار في العلاقة العاطفية والحب والمشاعر والكلام الحلوة. كتير هتبقى بتدور على انتقال من اتفاق لخطوبة، من خطوبة لجواز، من بداية ليبقى في علاقة اساسية، فيبقى عندك كتير من ان انت بتعزز العلاقة العاطفية، في وقت حلو قوي هتقضيه مع الحبيب، في كتير مسائل للرجوع، في ان انت قادر على ان انت تقرب شخص ليك، يعني شخص مثلا في ما بينك وما بينه ضغوط، مشاكل، اسهل بجدليه نوعا ما، لا هتبقى بتمارس العاطفه على هذا الشخص جدا، وهتبقى عايز ان انت تجذبه ليك مره تانيه، تخليه ان هو يبقى في الفه ما بينك وما بينه. فبرج الحوت فعليا انت هيكون عندك في الفه ما بينك وما بين شخص ما، هيبقى عندك تعزيز علاقة. هيبقى اكتر شيء بقى موجود هي المواليد،
لان هيبقى عندنا نسبه مواليد حلوه قوي 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 للي منتظر مواليد، هيبقى عندنا فرحه باذن الرحمن من الناحيه الفلكيه. طبعا ادعوا ربنا كويس قوي للناس المنتظره مواليد، ربنا يا رب يرزقكم ويقر عينكم للناس كلها المنتظره مواليد يا رب. ففتره حلوه جدا جدا تبشر بالخير قوي، لان ده المنزل الخامس اصلا، منزل المواليد ده اللي هو برج كوكب الزهره، ان يكون موجود ببرج السرطان. فانت بالنسبه لك هيبقى عندك ده، زائد كمان لو انتوا عندكم اولاد فيبقى في تعزيز علاقات مع الاولاد، هيبقى في تصالح مع اولادكم، يبقى في تقارب. فاذا دي نقطه هتبقى رائعه جدا تساعد العامل العاطفي ان هو يحصل له توازن، يحصل له توازن. بالنسبه للعوامل العاطفيه للناس اللي هم منفصلين، هيبقى في عندنا نسبه رجوع حلوه قوي اذا لزم الامر، يعني لو انت مش في علاقه جديده فيكون عندك نسبه رجوع قويه جدا جدا، سواء انت كنت بعلاقه جديده بس لسه ما خدتش فيها قرار، فهتاخد قرار في العلاقة الجديدة أكثر من الرجوع للماضي. فدي نقطة كتير موجودة. طيب بالنسبة لبرج الحوت، للناس اللي هم عندهم مشاكل أو خلافات عائلية عاطفية، هيبقى عندك كتير من محاولات للتصليح، تصليح علاقات عائلية عاطفية، هيبقى عندك أكثر سعي للاتزان العائلي عاطفي، إن أنت تبعد عن المشاكل، تخرج من الأزمات إلخ. فإذا هيبقى في كتير من تصليح العلاقات العائلية عاطفية. حتى كمان لما نتكلم على الوضع العائلي بوجه خاص، انت هيكون عندك فيه تصالحات عائليه عديده جدا، في كتير من التقارب ما بينك وما بين الاهل، في ود اكثر، في جو حلو قوي، في اتصال وتواصلات، زيارات، ود، تقارب، في جو حلو عائلي بتعيشه، خلافات بتنتهي، ازمات بتنتهي، في تصالحات عديده جدا. هتحس كمان ان الاهل متقاربين ليك اكتر، بيدعموك وانت تدعمهم، وده مش على المستوى العائلي فقط، ده على المستوى العائلي والاصدقاء او الوضع الاجتماعي عامه. هيبقى عندك اجتماعيه زياده عن اللزوم، يعني هتبقى شخص اجتماعي بزياده، محبوب بزياده، متالقين بزياده. الوضع الخاص بالصحه بقى، هنا لازم تاخد بالك شويه، لان الصحه بالنسبه لك مش افضل حاجه، في بعض الجدل الصحي نوعا ما، في بعض الاختلافات الصحيه اللي لازم تكون حذر جدا منها. امتى؟ خاصه الاسبوع الاخير. الاسبوع الاخير هيبقى فيه ضغوط صحيه، متطلبات صحيه، ضغط صحي، حاولوا كتير الاهتمام على نظام اكلكم، نظام شربكم، حاولوا تهتموا كويس قوي بالسوائل، شرب السوائل، اهتموا كتير بالاماكن اللي فيها اكسجين اكتر، يعني ابتعدوا عن الازدحام، ابتعدوا عن الاماكن اللي ما فيهاش تهويه نظيفه، حاولوا كتير تاخدوا بالكم، لان اغلب المشاكل اللي هتكون موجوده عندكم هي مشاكل متعلقه بالتنفس ومشاكل متعلقه بحاله ضعف، ضعف. فانتوا محتاجين كتير غذاء صحي، محتاجين شرب سوائل وشرب عصاير تكون يعني تديكم طاقه اكتر. زائد ان ممكن يكون في ضغوط صحيه بتقابل حد من المقربين ليكم، وده هيبقى امر بيضايقكم نوعا ما وبيقلقكم نوعا ما، لكن انتوا هتعرفوا تتعاملوا مع الامر والموقف. عامه انا بشكركم كتير، بتمنى لكم النص التاني يكون افضل. التوقعات الاسبوعيه بالتالي اكيد بنتكلم عليها بشكل تفصيلي، لان احنا هنحكي على الايام الافضل والايام الغير افضل. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.